اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دايما بحلقه جديده من ولا اطيب. اكيد مستمرون معكم بحلقه الباك تو سكول، واليوم رح يكون كمان عندنا اطباق مميزه. خلينا نشوف الطبق الاول اللي هو مؤلف من السوربيه موارد او بوست موارد، ونرجع نحن وياكم. مكونات: بوزه ماء الورد، 200 جرام عصير ماء الورد المكثف، 500 جرام مياه معدنيه. خلينا نشوف الطبق الثاني مشاهدينا، ونرجع نحن وياكم. مكونات: ساندويتش الفاهيتا باللحم، خبز فاهيتا عدد 2، 100 جرام جبنة تشيدر، 100 جرام فلفل ملونة، 100 جرام لحم فيليه، 100 جرام بيبي كورن، 100 جرام بصل، 100 جرام فطر، 100 جرام ناتشوز، 20 جرام زيت سمسم، 20 جرام صويا صوص، بابريكا رشة، وفلفل أسود رشة. خلينا نشوف الطبق الثالث من شو مؤلف، ونرجع نحن وياكم. مكونة الدجاج مع الفطر والنقانق بعجينة الرقائق، 4 قطع من عجينة الرقائق جاهزة، 100 جرام كرات، 100 جرام كرافس، 20 جرام توم، 100 جرام فطر، 200 جرام دجاج، 100 جرام ذرة صفراء، 100 جرام نقانق الدجاج، 300 جرام كريمة، 100 جرام جبنة إيمونتال، أوريغانو رشي، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. وخلينا نشوف مكونات آخر طبق، ونرجع نحن وياكم. مكونات الفريز بصلصة شوكولا مع الكريمة، 300 جرام فريز، 200 جرام شوكولا مذوب، 100 جرام كريم شانتيي، بار شوكولا رشي.